السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة في إسكان وعقارات. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع التصالح في مخالفات البناء. بس قبل ما نتكلم عايزين نعمل اشتراك الأول في القناة، هندوس كلمة الاشتراك تحت الفيديو وبعد كده هنفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. النهارده وزير الاسكان زفت بشرى ساره لجميع ساكني المدن الجديده. طبعا الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه اعلن عن تخفيضات جديده في جميع في اكثر من مدينه بالمدن الجديده في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديده. طبعا التخفيضات دي مقابل تصالح في مخالفات البناء، ده طبعا بياتي لتخفيف العبء عن المواطن وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة وخاصة في المدن الجديدة. طبعا النهاردة وزير الإسكان أعلن عن بعض هذه التخفيضات. طبعا كل مدينة لها تخفيض معين. التخفيضات 15% بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، و20% بمدينة الشروق، و25% مدينة بدر، و15% مدينة الشيخ زايد، و25% مدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، و25% مدينة السفنكس الجديدة، و20% العبور والعبور الجديدة ودمياط الجديدة. وأضاف الوزير أن نسب التخفيض لقيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني تبلغ 25% بالمدن الجديدة، اللي هي السادات والعاشم رمضان والصلحية الجديدة والنبورية الجديدة ورشيد الجديدة وبرج العرب الجديدة وجهاز حماية أملاك الهيئة والعالمين الجديدة وجهاز القرى السياحية والفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر غرب أسيوط، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، إنا الجديدة، غرب إنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، توشكا الجديدة. هسيبكم بقى يا جماعة، أنا كاتب لكم كل حاجة على الفيديو اللي هي المدن اللي هي شمالها التخفيض وكل مدينة النسبة بتاعتها بالظبط، كل ده مكتوب من خلال الفيديو. أهم حاجة بس عايزين نشير الفيديو دوت لأكبر قدر من الناس عشان ناس كتير ما كانتش عارفة الموضوع دوت، وبحيث إن كله يستفيد. اما هنعمل اشتراك تحت الفيديو وهنعمل نفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تمام كده يا جماعه، اي اسئله اي حاجه هتبعتوا لي برده وربنا يسهل ان شاء الله هرد على حالكم اسرع وقت باذن الله. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.